لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. قال ابن جرير رحمه الله عن مجاهد قال كان يقال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. عن مجاهد قال حدثت أن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض 40 صباحا. عن سعيد بن جبير كان يقول إن بقاع الأرض التي كان يصعد عمله منها إلى السماء تبكي عليه بعد موته، يعني المؤمن. عن ابن عباس فما بكت عليهم السماء والأرض قال إنه ليس أحد إلا له باب في السماء ينزل فيه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا فقد بكت عليه مواضعه التي كان يسرد عليها، وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يقبل منهم فيصعد إلى الله عز وجل. فقال مجاهد تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ألا لا غربة على المؤمن. ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بكت عليه السماء والأرض، ثم قال إنهما لا يبكيان على الكافر. ومضى في الحديث إلا أن المعنى ثابت من جهة عديدة في غربة الإسلام في نهاية الأمر كما بدأ، ومع ذلك فلا غربة على المؤمن، يعني لأن المؤمن يشعر بقرب الكائنات إليه وحب الكائنات له، والكائنات تحبه فعلا، ولذلك تبكيه بدلا من بواكيه لو مات في أرض غريبة تبكيه السماء والأرض. عن ابن عباس قال فما بكت عليهم السماء والأرض قال ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن يموت إلا بكى عليه ما كان يصلي فيه من الساردين، إلا بكى عليه ما كان يصلي فيه من المسارد حين يفقده، وإلا بكى عليه من السماء الموضع الذي كان يرفع منه كلامه، فذلك قوله لأهل معصيته فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأنهما يبكيان على أولياء الله. عن الضحاك قال لا تبكي السماء والأرض على الكافر وتبكي على المؤمن الصالح، معالمه من الأرض ومقر عمله من السماء. عن قتادة ذكر الأثر ولم يذكر، ذكر السند ولم يذكر الأثر في الدور المنثور، قال فما بكت عليهم السماء والأرض قال هم كانوا أهون على الله من ذلك. قال وكنا نحدث أن المؤمن تبكي عليه بقاعه التي كان يصلي فيها من الأرض ومصعد عمله من السماء.
قتادة قال بقاع المؤمن التي كان يصلي فيها يصلي عليها من الأرض تبكي عليه إذا مات، وبقاعه من السماء التي كان يرفع فيها عمله. عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال نعم، إنه ليس أحد من الخلق إلا له باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، فإذا مات بكى عليه مكانه من الأرض الذي كان يذكر الله فيه ويصلي فيه، وبكى عليه بابه الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه. وأما قوم فرعون فلم يكن لهم آثار صالحة ولم يصعد إلى السماء منهم خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. وقوله وما كانوا منظرين يقول وما كانوا مؤخرين بالعقوبة التي حلت بهم، ولكنهم عوجلوا بها إذ أسخطوا ربهم عز وجل عليهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يقول تعالى ذكره ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الذي كان فرعون وقومه يعذبونهم به، المهين يعني المذل لهم. عن قتادة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يقول يعني بقوله إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان جبارا مستعليا مستكبرا على ربه من المسرفين، يعني من المتجاوزين ما ليس لهم تجاوزه. وإنما يعني جل ثناؤه أنه كان ذا اعتداء في إجرامه في كفره واستكبار على ربه جل ثناؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.